الألف اللينة. كيف يمكننا التعرف على أصل الألف اللينة في وسط الفعل الثلاثي؟ يمكننا التعرف على أصل الألف اللينة في وسط الفعل الثلاثي في الحالتين التاليتين: ألف بتحويل الفعل الماضي إلى المضارع. أمثلة: عاد يعود، أصل الألف اللينة واو. ضاع يضيع، أصل الألف اللينة ياء. باء بإرجاع الفعل إلى مصدره. أمثلة: نام نوما، أصل الألف اللينة واو. عاش عيشا، أصل الألف اللينة ياء. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم.